في يوم من الأيام كان مصطفى قاعد قلقان. مين هو مصطفى؟ يا ترى كان قلقان ليه؟ مصطفى ولد خجول بيحب العلم وبيحب يتعلم، لكنه ما كانش اجتماعي، أغلب وقته بيقضيه مع الكتب والكمبيوتر. بكرة عنده رحلة لمعسكر مع أصحابه بالمدرسة. الرحلة دي بالنسبة له مغامرة نفسه يجربها، بس مش عارف يتصرف ازاي، ما عندوش خبرة قد كده في التعامل مع الناس. وجه بكرة وفي الموعد المحدد للرحلة ركب مصطفى الباص مع أصدقائه وانطلق الباص. وقتها حس مصطفى بقلبه بيدق جامد، وبدأ أصدقائه يغنوا أغاني الرحلة الجميلة ويضحكوا ويهزروا، وبدأ مصطفى يضحك معاهم ويندمج، وبدأ يحس بالارتياح والسعادة. ووصل للباص مكان المعسكر، وبدأ الولاد يعملوا الخيم وبوابات المعسكر بمساعدة مشرفين الرحلة. لما دخل الليل أشعلوا النار وقعدوا يتأملوا في السماء ويراقبوا النجوم المضيئة، وكان مصطفى مبسوط جدا. تاني يوم خرجوا في جولة مع المشرفين حول المعسكر واتفرجوا على جمال الطبيعة والأشجار والجبال. لكن في اليوم التالي كان في تحدي جديد مستني مصطفى، وهو تسلق الجبال. مصطفى كان متردد، هل يستنى في المعسكر ولا يغامر ويروح معاهم؟ هو اتدرب قبل كده في المدرسة على تسلق الجبال، بس ما جربش حاجة حقيقية، ولكنه أخذ القرار الحاسم إنه لازم يغامر ويجرب. وبالفعل مصطفى قدر يتجاوز التحدي وتسلق الجبال مع أصحابه، وكان ماهر جدا، وده لأنه تعلم كويس وقرى كتير عن رياضة تسلق الجبال. وبعد مرور أيام كلها مغامرات وتحديات، جه وقت الرجوع للبيت. زعل مصطفى شوية عشان هيسيب أصدقائه وكل حاجة حلوة قضاها بالمعسكر، بس أهله وحشوه وكان عاوز يشوفهم ويحكي لهم على كل حاجة عملها. بعد ما رجع مصطفى لبيته وللمدرسة بقى مختلف، لأنه أصبح واثق من نفسه أكتر، وبقى اجتماعي أكتر، وبقى ينبسط إنه بيقضي وقت مع أصحابه. حتى الملاهي اللي كان بيخاف يروحها بقى بيروح لها مع أسرته ومع أصحابه، وما بقاش بيخاف من الألعاب وأصبح شجاع. تقدر تكون شجاع زي مصطفى؟ انتظرونا بقصص قادمة.